حيث اتهم المتظاهرون سياسي البصر أنهم فقط يقدمون وعودا كاذبة دون نتيجة تذكر، وأن وعودهم مجرد تخدير وتسويف. فنشاهد. جدة بالمحافظ عيانة، ما حد اليوم اشتغل، الدورات اليوم داموا وخلصوا وما طلعوا عند النفط، صاروا أصحاب خبرة، جالوا النفط يتحججون. حجة اليوم صار عندهم أصحاب خبرة. اليوم إحسان ضد النفط، إحسان ما يستقبل أحد، ظاهر العالم يم النفط ما حد يستقبله. لا أنتم فاتحين بابكم ومخليين قرابة لابن البصرة، اليوم ابن البصرة قاعد يهان بطلكم. ارجع يا ولد، قعدوا يا اخي، قعدوا والله، قعدوا اقعد يا ولد، احنا اقعد ما يقعدون، شو اقعد اقعد.